وللحديث أكثر حول فقيد الوطن معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة. مساء الخير سعادة الوزير، ونعظم لكم الأجر بهذا المصاب الجلل. كان لفقيد الوطن طبعا بصمات كبيرة في كافة القطاعات التنموية في مملكة البحرين، ومنها بكل تأكيد القطاع التجاري والاستثماري. كيف ساهمت هذه البصمات في تطوير وتعزيز هذا القطاع المهم وازدهاره؟ مساكم الله بالخير، وأولا أحب أن أتقدم بالتعازي إلى سيدي جلالة الملك المفدى وسيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر وللأسرة المالكة وكافة شعب البحرين في وفاة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله واسكنه فسيح جناته. كان رحمه الله دائما يوجهنا ويحثنا على التواصل مع القطاع الخاص والشارع التجاري، وكان يحرص دائما على الحصول على مرئياتهم وعلى أفكارهم في أي شيء الحكومة تنوي البدء فيه، سواء من تطوير قانون أو استراتيجية أو ترويج للبحرين، وكان يستنير برأيهم، وهذا جلي واضح طبعا في عدد الاجتماعات الكثيرة اللي كان يعقدها في مجالسه المتعددة أو من خلال زياراته لغرفة تجارة وصناعة البحرين أو اختلاطه برجال الأعمال والعوائل التجارية في مملكة البحرين والمؤسسات المصرفية والمؤسسات المساهمة والشركات العديدة اللي موجودة عندنا في البحرين. كان أيضا الله يرحمه حريص جدا على تشجيع صناعة المعارض، وكان شخصيا يتابع ويرعى العديد من الفعاليات والمعارض السنوية، ويحثنا دائما في التوسع في هذا المجال لما فيه من أهمية كبيرة تتيح للمنتج البحريني أو المصنع البحريني عرض بضاعته، وأيضا تتيح للتاجر البحريني استيراد البضائع الأجنبية أو حتى المستهلك البحريني للتعرف على المزيد من البضائع والخيارات. وكان يحثنا أيضا أن احنا نسعى بالتعاون مع القطاع التجاري والصناعي والسياحي في مملكة البحرين، ان احنا ناخذ التجربة البحرينية وننقلها للعالمية. فتحت قيادة وتوجيهاته السديدة قمنا ببرامج عديدة لنشر المنتج البحريني والشركات البحرينية في كل أنحاء العالم، سواء من خلال الوفود التجارية أو الزيارات الرسمية أو من الوفود اللي تجي تزورنا للبحرين. فكان له القطاع الخاص والقطاع التجاري بالأخص كان له مكانة كبيرة عند سمو رئيس الوزراء الراحل رحمه الله، وكان دائما يسعى أنهم يكونون في صنع القرار معانا كجهاز حكومي. طبعا أنا حظيت بالتجربة من الطرفين، لأن قبل لا أنضم للحكومة كنت جزء من القطاع الخاص وأنتمي له، فالحمد لله يعني حصلت لي الفرصة والشرف أن ألتمس من سموه الدعم يوم كنت في القطاع الخاص، وأيضا ألتمس من سموه الدعم والتوجيه لما انضميت للجهاز الحكومي وتشرفت بخدمته وخدمة سيدي جلالة الملك وسمو ولي العهد. نعم، رحم الله الفقيد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا جزيلا لك.